Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer aujourd'hui à travers cette vidéo matinale. Il est exactement 10h du matin. Je vous dis bonjour, sbah el khir alaykoum, azoul fellaoun, azoul amqran, tahia kbira ila l'amazir. Vous êtes en train d'écouter Jimmy Mazir dans la chanson Soussem ya Mettoussa. Que vous avez entendu Ekdanogir pour les gens qui ne connaissent pas le Chawi Dgaadou Haya Nimshiou, donc voilà, c'est la chanson de Jimmy Mazir que je salue. Pour ce matin, quand on dit on est le jeudi 28 janvier, donc tout de suite, bon, on dit 28 janvier, mais pas jeudi, peut-être il y aura des changements à chaque fois de jour, mais la date historique du 28 janvier nous rappelle un triste souvenir, nous rappelle la disparition d'un grand homme, et les grands hommes ne meurent jamais. في هذا اليوم, 28 janvier, نتفكروا ديما يعني سوفينير مؤلم وين غدر الدنيا هذه واحد من رجال الجزائر الكبار. واليوم تتسويت نو بونسي سونفول انفير سو بيرسوناج كي impossible que l'on sait, impossible parce qu'il a pour les sacrifices qu'il a fait au pays, et il a donné sa vie au pays. On va écouter tout de suite ce هذا الشخص هذا ونعاودو نتكلموا عليه. Voilà. سمح لنا سي مزير كي يهضر الرجال لازم نسكتوا. Voilà. فلا نستطيع أن نشكل قوة سياسية من نظام فاس ومن نظام فاسد. ونحن نعلم أن أغلب 80% بما يسمى بالمعارضة هي من التي تحملت مسؤولية تسيير هذه البلاد ولها مسؤولية على الأوضاع التي تعرفها البلاد اليوم. الاتحاد العام عملنا في هذه السياسة لأن قلنا الأولاد البطالين، الشبان البطالين هما أبناء العمال، وبالتالي ما نقدرش ندافع على القدرة الشرائية لأن القدرة الشرائية هي قدرة شرائية تاع أسرة. وإذا كان استطعنا نحافظ بالدرجة الأولى على منصب الشغل، وبالدرجة الثانية نوفر مناصب شغل جديدة، إذا عوض يكون عامل واحد في الأسرة يصبحوا زوج عمال يصبحوا ثلاث عمال، وبقدر ما يكبر عدد العاملين في الأسرة وبقدر ما نقول حقيقة الموج ديماغوجية أننا ندافع عن القدرة الشرائية تاع الأسرة. أبا حاسبوهم على الوعد، قالوا لنا من أجل حياة أفضل لكينا روحنا من أجل حياة أفقر. أبا يقولوا لنا علاه وصلنا للفقر؟ عندنا حق نطالب سبحان الله بريبي يعطيونا نورون كونت علاش وصلنا لهذا. الحاجة الثانية على نطالب بالتحقيق، لأن كاين كثير من الرؤوس تسقط وكثير من الأقنعة الثانية تسقط. ألوغ كنتوا تسمعوا في الأسد في رجل اسمه عبد الحق بن حمودة، الله يرحمك ويوسع عليك، كو ديو اي بيتي دو تون نام. مازال في القلوب الجزائريين، وعلى بالكم في هذه البلاد هذه اللي رانا فيها الراجل الفحل والمرأة الفحلة ما يشتيهمش الناس بزاف، وهذا هو المالور. أنا قبيلت البارح مش قبيلت البارح نفتح القوس، كلمتني واحد الصديقة وقالت لي من فضلك دير واحد لا فيديو تاع واحد السيد مسكين محتاج في الجزائر، دير عليهم فيديو لعله نعاونوه ان شاء الله. وتاوي انا ديما نعاون الناس بالشي اللي نقدروا. قالت لي مش مطلوب منك حتى حاجه، غير دير فيديو برك وان شاء الله بالك الناس يتفرجوا لا فيديو نتاعك ومنا. قلت لها يا بنتي انا ندير لا فيديو مي ما تسنيش حاجه مني كبيره. قالت لي علاش؟ قلت لها باسكو انا لا فيديو نتاعي اذا كثروا يتفرجوها 10 20 من الناس
اذا كثرت اذا طلعت 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 300 واحد 300 واحد لا ريجيون تاعي اللي كبيره خلاص شافوها الناس شافوها 300 واحد. قلت لها روحي شوفي بلاك يروح يحط عند الناس هذوك اللي يتفرجوا فيهم 30000 50000 40000 في كل وين يحلوا يديروا لايف 50000 300000. قلت هذه عند هذوك بلاك الناس بزاف اللي قلت له هذوك الناس لا غالب. قلت هذا هو المجتمع تاعنا يشتيو اللي فيديو ويشتيو الحس نتاع الانسان اللي يسب واللي يطيح واللي كيما قال واحد هما يشتيو هادشي هذا ما يشتيوناش حنا. حنايا كي نهضروا حاجه هكذا ما يشتيوناش ما يحبوش يسمعونا حنايا يقول كذا ويخرف على روحه ما يشتيوناش. قلت له واش هو انا نديرها ان شاء الله من بعد نديرها ان شاء الله. في المجتمع تاعنا ملي كانت الدنيا والدين والانسان في حل قليل الناس اللي تشتيه قليل الناس اللي تشتي. وانا هذا ما يهمنيش انا زي ما نديش دي فيديو باش يتفرجوني الالاف. انا كي يتفرجوني 10 من الناس يكونوا عندهم انتيولوجي كيما نتاعي وتعجبهم لا فيديو نتاعي انا والله راه شوي كونتون والله راه شوي كونتون. انا ما نحبش يتفرجوني 30000 ولا 200000 ولا من هنايا والناس اللي ما عندهمش لا ميم ايديولوجي كو بوا ولا الناس اللي يبداو يسبوا والناس اللي يبداو يطيحوا ولا يشتنوا فيا انا باش نطيح في في كان شكل من الناس ولا نحترم الناس كل ما نجموش حنا نطيحوا حتى في كلام واحد ولا في شرف واحد ولا نسبوا واحد ولا على البارح انا قلت له قلت له كيف اسمه الواحد السيد قلت له لي فام سون ليبر دو فير سكيل فال. رد عليا قال لي سون با ليبر راهم في يد الرجال. اي قلت له هذا يا خويا هذا رايك على كل حال. انا نقول بلي المراه ما هي في يد حتى واحد حتى تكون في يد باباها بتاتر كي تكون مينوغ من نهار تولي كبيره تحترم باباها على كل حال وتحترم الناس اللي معاها مي راهي ليبر دير واش بغيت. انا هذا هي لا دوبيس تاعي سي كوم سا. على كل حال نرجعوا للمرحوم الناس اللي تقول كلمه الحق والناس اللي الناس اللي تهدر كلمه الحق ما يشتيوهاش. وكما شفتوا عبد الحق بن حمودة ربي يرحمه الأمين العام للجدية لأنه جنرال دي ترافايور ألجيريا الاتحاد العام للعمال الجزائريين النهار قبل ما يموت كان في الإذاعة الوطنية وتكلم ودار تدخل في الإذاعة الوطنية وآخر كلام تاعو كان يتكلم على الدمويين الاسلاميين الدمويين وما خلى ما قال عليهم وقال لهم انتم تجريوا الموت احنا نجريوا الحياه. عبد الحق بن حموده ربي يرحمه يعني مانيش انا اللي راح نعرفه معروف عند الناس كل غير عند لا جينيراسيون الجديده ما يعرفوش على كل حال مي لا جينيراسيون القدام ومنا الناس كل تعرفه. عبد الحق بن حمودة الله يرحمه كي راح خلى فراغ كبير فراغ كبير 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 من مواليد قسنطينة زايد في 12 ديسمبر 46 وتم اغتياله يوم 28 جانفي 1990 pardon, excusez-moi, c'est pas le... il est né à Constantine le 12 décembre 1946. Il a été assassiné le 28 janvier 1997. Voilà, Abdelhak Ben Hamouda, Allah yarhamo, wa yuwsi alayh. Et comme la veille de son assassinat par les intégristes islamistes, il était l'invité de la chaîne nationale, la radio nationale. Il a parlé du terrorisme islamiste et il leur a dit que vous n'avez pas gagné. Même si vous gagnez des batailles, mais la guerre, c'est à nous, on va la gagner. Le Redoua Mentak, qui est la centrale syndicale, d'ailleurs, je dis mais, وكي جاي يخرج وكي جاي يخرج كانوا يستناو فيه ايادي الغدر ايادي الغدر. لكل حال انا ما نجمش نقول حاجه من غير الناس خاطر كانوا الناس تحكموهم وتعرفوا بلي هما اللي قتلوه. دوكا شكون اللي قال لهم روحوا قتلوه الارهابيين هذو الله اعلم. على هذاك حنا
نقولوا للناس يا جماعه كي تخلط الدنيا راك ما تنجمش كيما ما نقولوش بلي واحد الوقت حنا كامل الارهابيين هما اللي داروا كلش، كانوا اخرين كانوا دي ريغلومونت كونت ومسح الارهابيين، كانوا اخرين ريغلومونت كونت ومسح الارهابيين، حتى كانوا ناس يسالوا دراهم للناس وبعثوا الناس صفوهم باسم الارهابيين، باسم الارهابيين خويا منعو خويا منعو هذا مكان باسم الارهاب. وعلى هذا احنا قلنا يا ولدي كي الدار تخلط راك ما تنجمش تقول باللي راهو فلان ولا فلتان، بصح الناس اللي خلطوها هما السبب، الناس اللي خلطوها هما السبب، اول واحد اللي خلطها هو اللي مد للفيس مد للفيس الاعتماد، هذاك هو الانسان اللي خلطها، هذاك هو الاول الانسان اللي خلطش. علاش هو لو كان جا يعني وراه دارها عمدا عمدا هاد الناس هادو باش هما اللي يبقاو يحكموا في البلاد، هو على باله بلي هاد الذباحين وهالاسلاميين هادو ما يقدروش يديروا يسيروا البلاد، امبوسيبل. وين شفتوها انتوما كانوا يسيروا البلاد؟ وين عرفتوا ليك ما كانش شفتوها؟ السعوديه كثر خير البترول، كثر خير البترول قاعدين يسيروا في البترول، وكثر خير في المسلمين مساكن الاغبياء اللي يروحوا لهم يطيشوا لهم صوارتهم يقول لهم ديهم الامريكان وديهم هام صوارت ديهم كيف اسمه الاسرائيل وهام صوارت ديهم لكم انتوما وديروا بهم روحوا كريوا بهم كيف اسمه ديزيل ومنه وجيبوا الشطاحات يشطحوا. سمحوا لي الزول في اللون ما تهلين عقلي صرا علي تخي بيان وي pas de souci. OK. OK. Eh, qui m'a tchahem là? Alors, c'est moi. على كل حال نرجعوا للكلام على سي عبد الحق بن حمودة. كما قلت لكم كي تخلط الدنيا ولا كي تقول كانوا ناس يخلطوا خلاص هذه هي، على هذا قلنا لكم يا ولدي راهو ما لازمناش نزيدوا نخليو البلاد تتخلط. سي عبد الحق بن حمودة يوم 28 جونفي 97 كمل اجتماع وجا خارج لقى الايادي الغدر تسناو فيه وضربوه مسكين، وكان في حل جبد الارم نتاعو حتى هو هما تيروا عليه وهو يتيري، وقالوا اخر كلام اخر كلام اللي قالوا كان معه واحد قال له خويا قال له غدرونا غدرونا غدرونا، وما راحوش حتى قضوا عليه ما راحوش حتى هو طايح وهما مازالوا يتيروا عليه مازالوا يتيروا عليه ذباحين. مهما واش يكونوا هالناس هذو مهما يكونوا ارهابيين اسلاميين ولا ارهابيين اخرين، ليسونسيال هذو ايادي للجرم وايادي اللي كما قلت لكم الانسان نبداو باش نرجعوا سي ربي يرحمه. على كل حال هذو هما الناس يقولوا بلي حكموا اخرين هما اللي قرروا بلي منهم من الجماعات المسلحه هما اللي جاو قتلوه. كما قلت لكم الاول الانسان اللي غلط هو الانسان اللي هز المد الفيس هذا الاعتماد، وعلى باله باللي جماعة الفيس ولا جماعة النهضة ولا جماعة منا راهو عندهم الغاشي بصح ما يقدروش يسيروا البلاد. كيما قلت لكم شكون اليوم يسير البلاد؟ هما السعودية، السعودية باش تسير البلاد بالبترول وبالناس اللي يعطوهم في الصوارد يقول لهم باللي احنا جينا نحجوا ويعطيو لهم الملايين وهما يروحوا يكريو ليزيل هما هذو الأمراء ويروحوا يجيبوا نساء تشطح ويطيشوهم الصوارد تحت رجليهم ويقعدوا 15 يوم بالملايير يديهم عند سيادهم في فرنسا وفي الانجليز وفي في الاوروب كي يروحوا يكريو وحدهم ما يحبوش وما يجيبوا غير الناس اللي يحبوهم هما فرات يجيبوا الشرطه تعس عليهم يجيبوا الشطاحات الويسكي ويضربوه حتى من قال فيكس ومن بعد يرجعوا قال اضربك في خاطر العرب والمسلمين اللي يجيبونا دراهم لينا احنا فوالا. ما نجموش علاش بوكو تشوفوا ليرون اليوم ليرون اشفاو تشوفوا على الكلام اللي نقول لكم فيه اشفاو تشوفوا على الكلام اللي راه نقول لكم فيه. ليرون راهو جاي النهار راهو جاي النهار اللي طور الصباح اللي طور الصباح وتلقاو الطيارات تاع لوطون
ولا الطيارات نتاع نتاع الحفظ الحلف الاطلسي ولا نتاع جو سي با نتاع نتاع لي جوندارم دي موند يدخلوا عليهم الشيء اللي داروه كامل يفسدوه ويقتلوا ناس ويديروا ناس وكتشوفوا تشوفوا تشوفوا اليوم راني نقول لكم راني نتنبا الشيء اللي راهو جايو كيما قال واحد راهو جاي ما كانش ما عنده وين يروح ما عنده وين يروح يديروا له كي العراق وشو عليها كيما تشوفوا شو عليها تشوفوا دونك كيما قلت لكم كيما قلت لكم يا ناس الاول اللي بدا يخلط فيها قد قد هما الاسلام هما الانسان اللي مد الاعتماد لهذا للفيس ادوك ما عندوش حق نورمالمون ما عندوش حق علاش باسكو الفيس الوقت هذا كان واضح كيما يقولوا له كيما يقولوا لا كونستيتيسيون كانت واضحه لا كونستيتيسيون كانت واضحه 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 جدا وتقول باللي تقول باللي راه ممنوع منعا باتا باش تمدوا الاعتماد لكيف اسمه الحزب تحت اطار ديني ولا تحت اطار جهوي ولا لغوي هذو راهو بالعاني مدولهم وعلى بالهم راح تخلط وهما يدخلوا ساعة باش يحكموا البلاد كيما اليوم راهم قاعدين يدزوا ثاني في الاسلاميست 80% راهم اسلاميين وراهم يدزوا فيهم راهم يدزوا فيهم ويقولوا لهم يلا باش نسحب حتى على بالهم للشعب الشعب يعني الغاشي نتاعنا الغاشي يعني مش الشعب الغاشي راح يفوت عليهم هما على الاسلاميين على النهضه ولا على حماس ولا على نوتر بارتي اللي جاي باسم الاسلام علاش بالعالي باسكو هما اللي عندهم الغاشي دونك هما عندهم جوج خطط الخطه الاولى هما يديروا الترافيك نترافيكيو علاش حنا انا ترافيكيت ديزيليكسيون علاش باسكو ما جابولناش حاجه من جابولنا الاسلاميين منا وجابوا لنا جماعه اللي قاعدين يبزنسوا بالماضي الثوري منا وشكون راح ننقل ولا غالب قالك ادخل كيف اسمه ما بين الحمى والموت هذه هي دونك هذه هي اللي نجمو نخيرو حنا ما عندناش خيار اخر الديمقراطيين ولا الريبوبليكان ما كانش ما عندهمش واحد ما يفوتي عليهم شكون اللي يفوتي يفوتيو على الناس اللي تجي تفوتي اللي تقول حنا نحكموا باسم الاسلام هذه الاولى ولا الناس اللي الثوري هذا هما الاولين هما الاسلاميين واذا ما كانش الاسلاميين ندير لهم ترافيك نخرجوا الناس اللي بزنسوا بالباسي ريفولوسيونير وهذا هو داروها واليوم ثاني كيف كيف مازالوا يحبوا يعاودوا يرجعوا لنا للتسعينات بهذا الشيء هذا وعلاش اليوم خرجوا خلوا الناس هذو الاسلاميين كل خرجوا تاع الفيس ومنا وعليها نحيا وعليها نموت خلينا نعتلكم هم على بالهم باللي غدوه لو كان نروحوا للانتخابات راهو كيف كيف او نزوروا الانتخابات وهما ما نظنش كان راح يديروها باسكو الشعب ما يقبلش اذا غير راهم بغال هذه حاجه اخرى اذا الناس هذو يديروا كيما هكا راهم حاشاكم ما عندهمش في المخ هذه حاجه اخرى خاطرش كيفاش انت اليوم تقول لهم جزائر جديده ومن وتجيب لهم لفلان عمون صراط هذه دونك رايحين يخليو هالاسلاميين كيف كيف يضغطوا عليهم الناس وباش يحكموا شهر ولا يحكموا على باش قداش ولا شهر ولا على باليش ومن بعد قال هم جاو هم الارهابيين يحبوا يديروا ولا كذا ومن هنايا وينحيوهم من الحكم ويديروا يحبسوا الخلاص اللي نتاعهم ويدخلوا عليهم وينحيوهم ويديروا كما دارت في مصر كما في مصر كيف كيف هكا يديروا الناس سي كومسا هكذا يديروا في الـ في الـ في لي بيي دو تيير موند سي كومسا على كل حال على كل حال اليوم الصباح هذا جيت برك على جد ذكرى تاع هذا الرجل الاسد هو عبد الحق بن حموده على كل حال نقول له الله يرحمك رباش يرحم نقول له باللي راك خليت ذكريات وكتبت لو باساج نتاعك على دي لاتر دور الناس كل مازالوا يتفكروك ومازالوا على بالهم بيك باللي كنت حبيت تدير بلاد ديمقراطي بلاد اللي ما يكونش فيه الناس اللي تبزنس بالدين والسلطه اللي من 62 وهما كيما حاكمين هذاك الوقت هذاك 97 كان يقول لهم باللي نظام فاسد والنظام فاسد هذا يا جماعه ردوا بالكم الناس ما تغلطش الناس راهي ساعات تغلط علاش تغلط كي نقول لهم نظام فاسد يحسبوا راح نقول لهم جيبوا لنا نظام اخر نظام اخر كاين نظام والنظام الناس تاع النظام دركا فاسدين بصح
امورك مش ما نهضرش على تاع درك، تاع درك ما عندهمش بزاف كي حكموا، نهضر على الناس اللي كانوا من قبلهم فزوا حوايج، فزوا داروا منا، وجاو اخرين الناس كيما هادو مش بعاد الاخرين، ماهمش بعاد، خلاص خلاص اليوم كي يبداو يهضروا لك بالدين حتى هما، ويهضروا لك بالجماجم، ويهضروا لك منا ومنا ومنا، يسمح حتى هما فاسدين. علاش؟ باسكو قاعدين يبزنسوا حتى هما بالدين، كيما هي بصح يديروا لاسيرونس نتاع الاسلام، انا دخلت شي ولا سيرونس نتاع الاسلام على سيكوا، والبنك الاسلامي وكذا وكذا، على بالهم بلي الناس هذوك المساكن الغاشي يشتي هاد الامورات هذه، هو ما كاينش منها. تلك جاو الناس بالاسلام، اللي لاسيرونس اسلاميك ولا بنك اسلاميك، كون شافوها بلي الامريكان تصلح ولا فرنسا تصلح ولا منا ما يديروهاش، يديروها هما الاولين، يديروها هما الاولين. هاك تقول لاسيرونس اسلاميك، سي كوا لاسيرونس اسلاميك؟ يعني لاسيرونس الاسلاميه كاينه في القران زعما، هي ولدي نالو الشيطان، نالو الشيطان، شي اسيرونس ما كذا ما يسمعوش بها، كل بكري خلاص الدنيا هذه. هذا الشيء هذا امبوسيبل تسمع بها. دونك لاسيرونس سي لاسيرونس، باش يديروا لاسيرونس كيما الناس الكل، نو اسموها اسيرونس اسلاميك ولا بنك اسلاميك. شنو كي يقولوا بنك اسلاميك، راهو ربي سبحانه عز وجل يبارسي لهم الدراهم في لي كونت نتاعهم، مي فوز دي مالاد. ولا يقول لهم باللي ما كانش فيها كيما يسموهم، ما كانش فيها ليزاجيو، ما كانش فيها، يا ولدي كي ما كانش ليزاجيو انت كيفاش تعيش لا بنك؟ منين تخلص العمال نتاعهم؟ حتى الناس يحكموا لك لا كونتابيليتي، ويحكموا لك واش يقولوا الدراهم نتاعك، ويعطيوك الدراهم، ومن هنا تقول لهم ما ديرش لي زاجيو. هي لي زاجيو هذوك هما اللي يخلصوا بهم ولي زامبو، منين يجيو؟ منين يجيو لي زامبو؟ هي هما لي زامبو هذوك كي يبداو سينو سينو كون ما يجيوش لي زامبو الدوله تعيش بلي زامبو. لو كان ما تكونش لي زامبو كيفاش حيخلصوا البيرسونيل؟ كيفاش حيخلصوا الناس تخدم؟ كيفاش حيخلصوا الناس تقري في الجامعات؟ كيفاش حيخلصوا؟ كيفاش؟ ما تصلحش. دونك قاعدين يبزنسوا بالدين كما يقول الانسان. هذا جا باش يقول لهم ستوب، هاو تم الاغتيال تاعو، كيما تم اغتيال نتاع الاف الناس اللي كانوا عندهم في الدماغ وحبوا يخرجوا الناس من يخرجوا البلاد من هذا الازمه هذه. ولليوم رانا ما خرجناش، اوني با سوبتي دو لوبيرش. اليوم الجزائر مازالت تمشي وتهبط، وكيما قلت لكم راه موش كيما شوفوا تونس برك، شوفوا تونس برك، الناس داروا هذه كي يقولها الريفوليسيون، الثوره هذه، وحنا نرجع لكم فيها من بعد ان شاء الله، موش دركا نرجع لكم على تونس واش راه صاري فيها دركا، واللي الناس اللي يحسبوا كاين حاو بن علي صاي الي حاو بن علي خلاص، ولات تونس تشعل. كيما قلت لكم نحي عثمان جيب التهامي، نحي الاخضر جيب ابراهيم، نحي هما تربعوا كيما هكا. نعتوا لي اليوم في الجزائر لو كان نجيبوا واحد نحطوه في بلاصه تبون ولا في بلاصه بوتفليقه ما يديرش كي بوتفليقه وما يديرش كي تبون، اعطوني واحد. ما كاينش، يكذبوا عليكم الناس، يكذبوا عليكم. اللي قالكم باللي راهم نجيبوا واحد يدير خير منهم ولا يدير كيما هما، راهم يكذبوا عليكم الناس، راهم يكذبوا عليكم الناس. دونك انا نقول لخوتي راهو ماهوش بدل فلان فلان باش تعدل الجزائر، ما كاينش منها، سي دون لي مونتاليتي، العقليات. نهار نغيروا لي مونتاليتي نتاعنا ثم تغير البلاد، ثم تتغير الجزائر، وثم الجزائر تمشي في كما قال واحد على مسار صحيح. تم مي دوكا والله تجيب واش تجيب بعد، والله تروح للحراكيين هذو اللي بداو يخرجوا من النهار الاول، وهو يقول نظام وعلى وما نعرف واش وما نعرف واش وما نعرف واش، والله تحطوا والله ندير اكثر من الناس هذو، والله ندير اكثر من الناس هذو، خاطرش من المعرفه ما تنحاش، محال، حنا الدم تمشي في الدم نتاعنا، المعرفه ما تنحاش، كيما نقولوا حنا عندنا الشاويه بن عميس، ما تنحاش، محال، يكذب عليك، تشوف لي انت واحد دوكا ما يخدمش بن عميس، جيب لي واحد يخدم كوريكت يقول له خويا انا ما عندي نطبق القانون، ما كاينش من هذا، ما كاينش من هذا، الناس كيف كيف سي لا ميم شوز. حتى كيفاش نجيبوا الناس يكونوا عندهم نوتخ مونتاليتي، اون اتونتون باش نجيبوا ناس عندهم نوتخ مونتاليتي، قلنا نجيبوا ناس من خوتنا ولاد الجزائر اللي راهم في الخارج، اللي عندهم نوتخ مونتاليتي كيما تاع لي زوروبيان، باش يخدروا يسيروا البلاد ان شاء الله، ونزيدوا حتى ليكول، سيرتو ليكول، ليكول هاد الناس اللي قاعدين يقريو اليوم في ليكول لازمهم كل يروحوا روتريت ويروحوا يروحوا، خاطرش علاش؟ ما ينجموش يعلمونا ولاد صغار عندهم دوتر مونتاليتي، ما يقدروش ديجا لا مونتاليتي نتاعهم هما بعد فاسده. واحد من المونتاليتي نتاعو فاسده راه غير يعلم لك الناس اللي جايين يجيو فاسدين، وعلى هذا نحبهم يروحوا،
ونجيبوا ناس اخرين يكون عندهم مونطاليتي جديده، نجيبوهم من الخارج لاش ديميسيون من الخارج، ونعلموا ناس اخرين، وكما قال واحد يجيو اوتر مونطاليتي اللي ما عندهاش بن عميس وبن خاليس كما يقولوا هما، وما عندهاش تشيبا، وما عندهاش كيما اسمه الفكر هذا المتحجر، هذا الفكر تاع الدين وتاع من هنايا، وما عندهاش ثاني تاع لو باسي ريفوليسيونير تهضر معاها ويقول لك انا بابا كان شهيد. يا خويا بابا كان شهيد ربي يرحمه وخدم البلاد ويعطيه الصحه. من انت واش درت دوك؟ تهضرنا على انا نجي نهضرك على الفوتبول، دوك نقول لك انت واش رانا في الفوتبول واش درنا، تقول لي حنا غلبنا الالمان. يا ولدي غلبت الالمان كي كان ضيب يصوك مليون سيفيني. على كل حال ما نطولش عليكم، جيت برك باش نقول لكم صباح الخير عليكم. جو بارطاج افيك فوكم دابيتود مون كافي دو ماتان، صحه قهوتكم، صحه القهوه النون. باردون، نقول لكم تهلاو في رواحكم ان شاء الله بحول الله العشيه ولا من بعد ان شاء الله، من بعد نعاودوا نرجعوا على نوتر كان تاع واحد السيد اللي محتاج معاونه في الجزائر. ان شاء الله نرجعوا عنده، نرجعوا نتكلموا عليه ان شاء الله، بالك الناس تعاونوا ان شاء الله بحول الله. نتاع الاختي طلبت مني ندير فيديو نديرها ليش تاع راح يتفرجوا اربعه من الناس قلت لها ماني جي بارطاجي سير لا باج فيسبوك نتاعي، جي بارطاجي المطلب نتاعو. مسكينه السيده اللي قاعد يبكي عنده مرته مريضه. نرجع لكم بلا فيديو الثانيه ان شاء الله بحول الله. دوك نقول لكم قيم ديال هنا اي اتو تالوغ.